Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang vlog po natin ngayong gabi ay dito, manunod po tayo ng event, car event dito. Kasama natin si Madam. Ayan po. Hello, hi. So, dito kami sa ano, nakaupo, naghihintay. So, dyan yung makikita yung ano, yung sasakyan. Ayan. Ayan, pabilisan ng seconds, kumbaga, yung oras. Kung sino yung pinakamabilis na oras, siya yung mananalo. Okay, so ngayon, panoorin nyo, mga tropa. Ako sa masa ka? Ha? Kasama namin dito yung amo namin, kaya nalibre kami. Ayan sila. So, ito mga kaibigan, panoorin na yan talikod ko. Yung sasakyan na yan, dahil yung makikita nyo. Panoorin natin para ano, ang lakas talaga ng impact arangkada. Ang lakas. المتسابق عبد العزيز الهنيدي مع تمنياتنا بالتوفيق لهذا الكابتن. الله الكبير عبد الله الخالدي، هذا البطل السعودي الذي يستحق منكم التحية. سمعين أقوى 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 تحية للبطل عبد الله الخالدي. إذا البطل القادم هو الكابتن الكبير عبد الله الخالدي. حقق معنا الكابتن عبد الله الخالدي على 4 ثواني و129 جزءا.
ما زال يتربع على صدارة هذه البطولة. بدأت الصيخان الآن نترككم جمهورنا الكريم مع البطل الكبير محمد النعيم. إذا ما شاء الله تبارك الرحمن ثلاث ثواني وتكملها 85 جزء من الثانية. حصل معنا الكابتن محمد العين على ثلاث ثواني و685 جزء من الثانية. إذا الكابتن محمد العين ما شاء الله تبارك الرحمن أداء مميز للبطل الكابتن محمد النعيم. ما زال الكابتن ابراهيم الشريفي يتربع على صدارة هذه البطولة. ما زال الكابتن ابراهيم الشريفي بطلا لبطولة المانعية لفئة البيك اب. اذا جمهور جميل يحضر معنا في هذا المساء الجميل. اذا حضور جميل في هذا المساء الجميل. شكر وتقدير كبير. إذن الآن الكابتن مهدي السلوم يستعد للضربة الثانية. تمنياتنا بالسلامة للتوفيق. إذن الكابتن مهدي السلوم حقق معنا ما شاء الله تبارك الرحمن 4 ثواني و195 جزءا من الثانية. كابتن عبد السلام امشوا حصل معنا على 4 ثواني و195 جزءا من الثانية. اذا الكابتن عبد السلام امشوا معنا على 4 ثواني و195 جزءا من الثانية. Grabe, putol pa naman yung sasakyan na yun.